قم بتبسيط الكسر 48 على 64 إلى أبسط صورة. دعونا نرى إذا كان يمكننا تصور هذا. إذا لدينا 64، أعتقد أنه يمكن التعبير عن 64 بالشكل، لذا سأرسم الشكل هذا، ويمكن أن يكون هذا قطعة حلوى. واسمحوا لي أن أقوم بالرسم. هنا نحن نتحدث عن قطعة حلوى كاملة مقسمة إلى 64 قطعة، و 48 من 64 يمكن تخيلها على أنها قطعة صغيرة من الحلوى. أعتقد أنه لا يمكنك أن ترى ما أقوم برسمه هنا بالضبط، لكن إذا كنا نملك 48 قطعة فهذا سوف يقودنا إلى تخيل ذلك. إذن هذه هي 48 من أصل 64 قطعة. كل هذه المساحة باللون الأزرق تعبر عن 64، و 48 عبارة عن المنطقة الملونة باللون البنفسجي، لذا اسمحوا لي أن أعبر عنها في أبسط صورة، وسوف أوضح لكم ما معنى أبسط صورة. الآن هل هناك طريقة لتجميع هذه 48 أو هذه 64 في مجموعات أعداد يمكن لها أن تبسط هذا المقدار قليلا؟ لنفكر في هذا. عليك أن تفكر ما هو أكبر عامل مشترك بين 48 و 64، أو بمعنى أن تفكر ما هو القاسم المشترك الأكبر لهم. حسناً، العدد الأكبر الذي يمكن أن أخذه هو الذي يقبل القسمة على 48، وتستطيع أن تفعل هذا بواسطة التفكير أو أن تكتب أمامك جميع العوامل. لكن إذا قمت بكتابة جميع عوامل 48 وجميع عوامل 64، سيتضح لنا أن الأكبر الذي يقبل القسمة عليهما هو 16. لذا يمكن القول أن 48 يساوي حسناً كم؟ هنا 48 يساوي 3 ضرب 16، و 64 يساوي 4 ضرب 16. هذا مثير للاهتمام. هذه 48 التي قمنا برسمها باللون البنفسجي هنا يمكننا أن نتخيلها على أنها 3 مجموعات مكونة من 16، فهذا 1 2، دعوني أصنع منها أكثر. إذن 1 2 3 مجموعات من 16، ونصل إلى 16، وهذا هو 16. سيكون هذا 48. يمكنني أن أرسم 16 قطعة هنا، لكن هذه المجموعة المكونة من 16 هنا و 16 هنا، هذا ما نعنيه ب 48. الآن 64 عبارة عن 4 قطع من 16 قطعة. إذن هنا 16، وهذه 16، وهذه أيضا 16 أخرى، وهذه 16. ينبغي جميعا أن تكون بنفس الطول، وحاولت أن أرسمها بهذا الشكل. فما هو 48 على 64 في أبسط صورة؟ أي أننا نريد كتابة هذا الكسر بشكل أبسط قدر المستطاع. حسنا، إذا جعلنا كل هذه القطع تساوي 16 قطعة، إذا قمنا بجعل كل قطعة متساوية مع القطع الأخرى. إذا نحن نتحدث عن 64 على 64 قطعة. إذا لدينا هنا 3 قطع تمثل 48، 1 2 3 من أصل 4، وهذا يساوي 3 على 4. وأتمنى أن تكون هذه طريقة رياضية سريعة التفكير. إذا قمنا باستخراج العوامل فهنا 3 ضرب 16 هي 48، والعامل المشترك هنا 16، لأن 64 هي 4 ضرب 16، ويمكن أن تلغي 16 بعضها، لكن هنا نكتب 3 على 4، ونأخذ أو نفصل 16 على 16، فصلنا في الضرب. إذن هنا مقداران متساويان، 16 تلغيان بعضهما، فيتبقى لدي 3 على 4. الآن إذا كنت لم تعرف فورا ما الذي حصل، يمكنك أن تفعل ذلك خطوة بخطوة.
إذن هنا بدأنا مع 48 على 64. أهم شيء أن نتذكر أننا سنبحث عن العوامل المشتركة ما بين البسط والمقام، وهنا لنقل أنهما الاثنان يقبلان القسمة على 2، إذن هنا 48 تقسيم 2 و64 أيضا تقسيم 2، فهنا 48 تقسيم 2 سنحصل على 24 على 64 تقسيم 2 32. هذان العددان أيضا يقبلان القسمة على 2، وإذا فكرنا في عدد أكبر فكلاهما يقبلان القسمة على 4 وربما على 8، ولكن دعونا نقوم بالقسمة على 4. فهنا نقسم على 4، 24 تقسيم 4 يساوي 6، و 32 تقسيم 4 يساوي 8، إذن 6 على 8 وهي نفسها 24 على 32 ونفسها 48 على 64. 6 و 8 يقبلان القسمة على 2، إذن 6 تقسيم 2 يساوي 3، و 8 تقسيم 2 يساوي 4. وهذه أبسط صورة لدينا، لأن 3 و4 لا يوجد بينهما عوامل مشتركة إلا الواحد، إذن هكذا حصلنا على أبسط صورة. يمكنك فعل ذلك بأي طريقة تراها مناسبة، ولكن الأسهل والأسرع هو أن تبحث عن أكبر عدد أو أكبر قاسم مشترك ما بين العددين، وهنا كان 16 لنحصل على 3 على 4. وقد فكرنا بالرسم بأننا حولنا 64 إلى عدد من المجموعات التي تتكون من كل مجموعة منها من 16، فظهر لدينا 4 مجموعات، وكانت 48 تمثل 3 مجموعات منها.